صحيح اللي سمعته يا مرزوق؟ وشو اللي سمعته بالأول؟ ها سمعت إنه أبو عواد وسعاد حسني بالسينما. أبو عواد وسعاد حسني معاً لأول مرة. الله الله يا أبو عواد، وأنا يا أخي. وأنت إيش يا مرزوق؟ يا سلام يا سلام، يعني أبو عواد أحسن مني؟ يا زلمة يا زلمة، هذا أبو عواد أنتج الفيلم خصوصي عشان يحب سعاد حسني. ينتج ويمثل؟ آه الله الله، طيب لويش ما نتمثل معه؟ إحنا نمثل؟ ها وشو يا أخي ها وشو؟ اسمع خلنا أقول لك، مش كل فيلم بالسينما ها بيطوش وضرب، وانت عارف يعني محزوبك. آه وأكيد كمان أكيد أكيد راح يكون في واحد حرامي وبسوق سيارة وبيسرع، والله لو أخذت هذا الدور أنا لطير طيران. وشو رايك هسا نروح على مكتب أبو عواد ونطير طيران؟ مكتبة أبو عواد؟ آه حالك سالم يا مرزوق، ما هو أبو عواد أسس شركة جديدة وسماها الشركة العالمية للإنتاج المحلي الواقعي.